احنا الملف تاني ملف المدرسه بقى. هو كان المنظر غريب ان مدرسه تخش وسط حراسه عدد من البوديجاردات لمركز تعليمي، هو مركز غير مرخص، بس المشهد نفسه غريب. هو استعراض للقوة طبعا، يعني مشهد غير مألوف، استعراض للقوة أم أي شيء آخر. هي المدرسة طلعت قالت إن أنا كنت بقدم للطلبة دروس بشكل مبسط بشكل تمثيلي، البوديجاردات اللي استعانت بيهم دول هم بيقدموا مسرحية بيتم من خلالها تبسيط المادة. طبعا الأجهزة الأمنية رصدت الصور والفيديوهات المتداولة للمدرسة وحواليها البوديجاردات، وتم ضبطها أثناء تواجدها مع والدها في منطقة الطلبية. الواقعة نفسها اللي تم تصويرها للمدرسة تم تصويرها في مسرح بدائرة قسم شرطة الأزبكية. طيب إيه التهمة اللي وجهت ليها؟ هي في عدة اتهامات موجهة للمدرسة، منها طبعا إدارة مركز تعليمي بدون ترخيص، مخالفة الإجراءات الاحترازية المتبعة لانتشار مرض كورونا، لأن احنا شفنا حوالي 300 طالب قاعدين في المدرجات، استعراض القوة طبعا. وفي هو بيتهيألي ده مسرح يا أستاذ طه مش مركز تعليمي، ما هي بتدير المسرح ده، فهنا المسؤولية مشتركة عليها وعلى الجهة اللي أجرت ليها المسرح. طبعا الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 8 من المتورطين في الموضوع، منهم جوزها و4 بوديجاردات، ولسه في تحقيقات طبعا هتكشف عن متهمين جدد.